صورتان من الواقع الشيعي المعاصر. الصورة الأولى الصورة المهزلة، والصورة الثانية الصورة العبرة. وما بين المهزلة والعبرة فإن الشيعة في ضياع وتيه مضاعف. إنه تيه مضاعف إذا أردنا أن نقيسه بتيه بني إسرائيل. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي أخبرنا من أن تيهنا سيكون أضعاف تيه بني إسرائيل. السبب في تيهنا هؤلاء الرموز، إنهم الطوسيون، إنهم رموز الضلال الذين نعتقد فيهم بأنهم نواب صاحب الزمان، والذين نلقبهم بآيات الله العظمى. ماذا سأقول لكم؟ هل أقول أكثر من هذا الذي قلته وبينته وشرحته؟ نذهب إلى الاطلاع على الصورتين. كما قلت لكم إنهما صورتان من الواقع الشيعي المعاصر. الصورة الأولى إنها الصورة المهزلة، وفيها لقطتان. اللقطة الأولى عمر ما دافع الباب ولا منها الضلع صاب. عمر ما دافع الباب ولا منها الضلع صاب، بفدك هالتهمة الغيلة حقيقة ولازم احجيها على الزهرة وبواجيها، حقيقة ولازم احجي. عمر ما دافع الباب ولا من هالضيل عصاب، عمر ما دافع. ولا من هالضيل عصاب، فدك هالتهمة تلغيها، فدك هالتهمة تلغيها. على الشيخ المفيد الناس معتمده، على الشيخ المفيد الناس معتمده، رواية باب والمسمار ما عنده. على الشيخ المفيد الناس معتمده، رواية باب والمسمار ما عنده، وإذا قالوا ونرد للطبرة وسنده هم ينفي الخبر والأربال يشهده، هم ينفي الخبر والأربال يشهده. وابن الطقطاقي وياهم هم الحل يتبناهم، وراكم باكر حساب. عمر ما دافع وراكم باكر حساب، وراكم باكر حساب. حقيقة ولازم احجيها على الزهرة وبو، حقيقة ولازم على الزهرة. عمر ما دافع الباب ولا من، عمر ما دافع الباب، فدك هالتهمة تلغيها، فدك هالتهمة تلغيها. يا شيعي لا تنخدع، لا محسن ولا ضلع، محد عصر فاطمة، القول المفيد استمع نشاهد. لا محسن ولا ضلع،
يا شيعي لا تنخدع لا محسن يا شيعي لا تنخدع ما حد عصر فاطمة القول المفيد استمع القول المفيد أحسن لا محسن ولا ضلع يا شيعي لا تنخدع لا محسن الكل جاوب يا شيعي لا تنخدع ما حد عصر فاطمة قولي مفيد استمع ما حد عصر فاطمة قولي مفيد استمع بعد لا محسن ولا ضلع اشفع لك الزهراء لا تنخدع لا محسن ولا ضلع يا شيعي لا ما حد عصر فاطمة قولي المفيد استمع ما حد عصر فاطمة قولي المفيد استمع الله قولي المفيد مني المجوسي ابتدتها الخديعة مني المجوسي ابتدتها الخديعة كذبة وخرافة تهدم الشريعة كذبة وخرافة تهدم الشريعة ثابت عمر هو صهر الوديعة ثابت عمر هو صهر الوديعة شلون ارتكب هالجريمة الفظيعة شلون ارتكب هالجريمة الفظيعة الله محسن فلا لأثر ينفي المفيد الخبر محسن فلا له ينفي المفيد المنتهل الدمع لا محسن ولا ضلع المنتهل الدمع لا محسن ولا ضلع يا شيعي يا شيعي لا تنخدع لا محسن ولا ضلع محد محد عصر فاطمة المفيد استمع محد عصر فاطمة القول المفيد أنا أريد أحكي ويا ذولا على البعقال من خفة العقل عليه من تلطمون إذا الزهراء لم تقتل والمحسن لا وجود له علي من تلطمون تلطمون على طيحة حظكم على طيحة صبغكم أني لو ألقالي شايب من ذولا شيابنا الأوليين كنت أسأله أقول له ذولا يقولون الزهرة ما قتلت والمحسن ما إلى وجود بس جاي يلطمون يردحون عليه من ذولا يلطمون راح يجاوبني هو الجواب عراقي معروف عليه من تلطمون تلطمون عليه من لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك ذكروا اسم الطقطقي ذكروا اسمه وقالوا بأن ما قاله يكون دليلا على نفي الجريمة وعلى نفي وجود محسن من هو هذا الذي يتحدثون عنه إنه محمد ابن علي ابن محمد ابن طباطبا العلوي هو سيد حسني توفي سنة 709 للهجرة
كان نقيبا للطالبيين والعلويين في النجف وكربلاء. النقباء عملاء عند السلطة على طول التاريخ، نقباء العلويين والطالبيين عملاء عند السلطة. قتل أبوه وكان صغير السن، فبعد مقتل أبيه صار نقيبا للطالبيين وهو في سن دون العشرين. بعبارة أخرى، هو عميل لسلطات وقته، سلطات زمانه مع الحكام والسلاطين منذ صغر سنه. عنده كتاب واحد، هو كتابه الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية، ألفه وتقرب به إلى والي الموصل، لأن الرجل كان يعيش في الموصل. والي الموصل اسمه فخر الدين عيسى ابن إبراهيم. فقدم له هذا الكتاب هدية متقربا إليه. هذا هو ابن الطقطقي. فهل كلامه نقدمه على كلام أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ هؤلاء يتحدثون بحديث من ضحك به عليهم، هذا حديث الصرخ، وهؤلاء يلطمون عليه. ألا سألوا أنفسهم يلطمون على ماذا؟ فليس هناك من قتيل ولا من إسقاط جنين ولا من اعتداء على فاطمة ولا من جريمة في البين، لماذا يلطمون؟ إنها سفاهة الواقع الشيعي، هذه هي الصورة المهزلة. أما المفيد فقد حدثتكم عن المفيد وكتبه وعن مرحلة ضلاله ومرحلة هدايته. المفيد صحيح أنه أنكر ظلامة فاطمة في كتابه الإرشاد، وقد قرأت ذلك عليكم، ها أني أعيد قراءته. يقول: وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة صلوات الله عليها أسقطت بعد النبي ولدا ذكرا كان سماه رسول الله وهو حمل محسنا. وفي الشيعة، هو لا يعتقد بذلك، فعلى قول هذه الطائفة أولاد أمير المؤمنين 28 ولدا، والله أعلم. فعلى قول هذه الطائفة إذا كان هناك محسن، هذا يعني أن المفيد لا يعتقد بوجود محسن، وبالتالي لا يعتقد بوجود ظلامة فاطمة. إنهم يتحدثون عن كلام المفيد هذا في كتابه الإرشاد. ومر الكلام بهذا الخصوص، إلا أن المفيد بعد هدايته ورجوعه إلى الصواب
في كتابه الاختصاص في الباب الذي عنوانه حديث فدك فرفسها برجله عمر رفس فاطمة فرفسها برجله وكانت حاملة بابن اسمه المحسن فأسقطت المحسنة من بطنها ثم لطمها إلى آخر ما جاء في تفاصيل ما رواه المفيد في كتابه الاختصاص. مراجع النجف وكربلاء ينكرون كتاب الاختصاص. السيستاني مثلا ولده محمد رضا الباقون ينكرون كتاب الاختصاص من أنه يكون للمفيد. في المقنعة في الرسالة العملية والسؤال هنا إذا لماذا تلومون الصرخي إذا كان علماؤكم مراجعكم هم الذين يقولون بهذا القول إذا كان المفيد يقول هذا القول وإذا كان السيستاني وأضرابه ينفون أن كتاب الاختصاص للمفيد إذن القول الثابت للمفيد ينكر الظلامة لماذا تنكرون على الصرخي إذن ما هو هذا قول المفيد في المقنعة هذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 290 يبدأ الحديث عن إمامنا الصادق أكبر الكبائر سبعة فينا نزلت وبنا استحلت أولها الشرك بالله عز وجل إلى أن يقول الإمام والرابعة قذف المحصنات في تفاصيل الحديث وأما قذف المحصنات فقد قذفت الزهراء عليها وآلها السلام على منابرهم قذفت بالزنا قذفوها بالزنا قذفوا الزهراء هذه المقنعة الرسالة العملية للمفيد وهذا الحديث عن إمامنا الصادق وقد وردت جملة من أحاديثهم بهذا المضمون بهذا النص من أنهم قذفوا الزهراء على منابره الحديث عن منابر سقيفة بني ساعدة وعن منابر بني أمية وعن منابر بني العباس تلك هي المنابر التي قذفت عليها الزهراء هناك الكثير من حقائق التاريخ لم تبين ضيعها نواصب سقيفة بني ساعدة وحرفوها وأنكروها نواصب سقيفة بني طوسي ألا لعنة على السقيفتين وأما قذف المحصنات فقد قذفت الزهراء عليها وآلها السلام على منابرهم اتهموها بالزنا القذف الاتهام بالزنا ونقرأ في زيارتها التي يريدها المفيد في صفحة 459 السلام عليك أيتها البتول الشهيدة الطاهرة إذا كانت شهيدة فمن الذي قتلها؟ السلام عليك أيتها البتول الشهيدة الطاهرة
لعن الله من ظلمك ومنعك حقك ودفعك عن إرثك، لعن الله من كذبك وأعنتك وغصصك بريقك وأدخل الذل بيتك، ولعن الله أشياعهم وأعنتك وغصصك بريقك. حاولوا خنقها، حاولوا قتلها، حاولوا خنقها بعصرها بين الباب والجدار، بالنار والدخان حينما وقعت على الأرض. حاول خالد بن الوليد أن يقتلها بسيفه، إلا أن أمير المؤمنين منعه. هذه التفاصيل موجودة في كتاب سليم بن قيس، لكن الخوئي والسيستاني ومحمد باقر الصادر والبقية من الطوسيين ينكرون هذه الروايات وهذه الأحاديث، وهي مروية عن أمير المؤمنين، مروية عن سلمان المحمدي وعن المقداد وعن أبي ذر، عن الذين عاصروا الواقعة. هذا هو واقع الشيعة، كل ذلك مرده إلى هذا المذهب الطوسي السخيف، إلى هذا المذهب الطوسي الضال. الحكاية مؤلمة وطويلة وعريضة، أذهب إلى الصورة الثانية. قلت لكم عندنا صورتان من الواقع الشيعي المعاصر، الصورة المهزلة، الصورة العبرة. الخطيب الإيراني محمد حسن يوسف، این آقای فیروزآبادی خیلی خدمت کرده بود، آدم فوق‌العاده بود، همش توی روستاهای محروم اهل سنت سخنرانی میکرد و چه میگفت یه جایی توی شهر یا شهرهای سنی نشین من خطبه های نماز جمعه رو که میخوندم به لحاظ جمعیت سنی که همه تو نماز نشسته بودن یک کلمه گفتم ابوبکر صدیق. شب حضرت زهرا رو خواب دیدم، سلام کردم جواب ندادن، روشون رو برگرد، دوباره سلام کردم جواب ندادن، سه باره به گریه افتم، بیبی من از این ده بوده، از این محله سنی به اون محله، همش تبلیغ ولایت شوهر شما امیر المؤمنین رو دار، این همه کتاب نوشتم، این همه کار کردم، زحمت کشیدم برای ولایت امیر المؤمنین علی، حالا دست درد کنی من، تشکر از من به ایه که روتونو برگردین جواب سلام منو ندین. فرمودن تو هم گفتی صدی، ما دیگه از تو انتظار نداشتیم. یک کلمه، انقدر تا صبح گریه کردم که یک کلمه گفتم که بیبی از من رنجیده شد. و دو نفر کیان؟ اونها کسانی ان که حضرت زهرا رو در روی اونها، رو با اینکه در رأس حکومت بودن، جلو امیرالمؤمنین فرمود لأدعون علیکما دبر کل صلاتی، من بعد هر نمازم شما دوتا رو نفرین میکنم، لعن میکنم، بر علیه شما از خدا عذاب طلب، لعنت میکنم شما، بعد هر نمازم از خدا خواهم خواست عذاب شما رو لحظه به لحظه زیاد کنم.
حواس جمع کن. چه حرف داری میزنی؟ دل کیو میخوای برنجونی؟ دل کیو داری میشکنی؟ ما دیگه از تو انتظار نداشتیم. تو هم گفتی صدیق، تو هم او رو صدیق خواندی، خیلی راستگو بود. صدیق یعنی خیلی راستگو. اعیدو بث الفيديو رجاء واعتبروا يا شيعه، اعتبروا يا شيعه. این آقای فیروز آبادی خیلی خدمت کرده بود، آدم فوق العاده بود، همش توی روستاهای محروم اهل سنت سخنرانی میکرد و چه و میگفت یه جایی توی شهر یا شهرهای سنی نشین من خطبه های نماز جمعه رو که میخوندم به لحاظ جمعیت سنی که همه تو نماز نشسته بودن یک کلمه گفتم ابوبکر صدیق. شب حضرت زهرا رو خواب دیدم، سلام کردم جواب ندادن، روشون رو برگرد. دوباره سلام کردم جواب ندادن. سه باره به گریه افتادم، بیبی من از این ده به او ده، از این محل سنی به اون محل، همش تبلیغ ولایت شوهر شما امیر المؤمنین رو داره. این همه کتاب نوشتم، این همه کار کردم، زحمت کشیدم برای ولایت امیر المؤمنین علی، حالا دست درد کنی من، تشکر از من به ایه که روتونو برگردین جواب سلام منو ندین. فرمودن تو هم گفتی صدی، ما دیگه از تو انتظار نداشتیم. یک کلمه، انقدر تا صبح گریه کردم که یک کلمه گفتم که بیبی از من رنجیده شد. او دو نفر کیان؟ اونها کسانی ان که حضرت زهرا رو در روی اونها، رو با این که در رأس حکومت بودن، جلو امیرالمؤمنین فرمود لأدعون علیکما دبر کل صلاتی، من بعد هر نمازم شما دوتا رو نفرین میکنم، لعن میکنم، بر علیه شما از خدا عذاب طلب، لعنت میکنم شما، بعد هر نمازم از خدا خواهم خواست عذاب شما رو لحظه به لحظه زیاد کن. حواست جمع کن، چی حرف داری میزنی؟ دل کیو میخوای برنجونی؟ دل کیو داری میشکنی؟ ما دیگه از تو انتظار نداشتیم. تو هم گفتی صدیق، تو هم او رو صدیق خواندی، خیلی راستگو بود. صدیق یعنی خیلی راستگو. حتی انت ایضا تقول عنه الصدیق ما کنا نتوقعها منک. الزهراء تخاطبنی و تخاطبكم، یا ایها الزهرائیون ما هذه الغميزة في حقي؟ الغميزة في حقي، التقصير في حقي، ما هذه الغميزة في حقي؟ والسنة عن ظلامتي. أعتقد إلى هنا صارت الصورة واضحة جدا جدا جدا. هناك مذهب طوسي وهناك دين العترة الطاهرة، وفارق كبير بين هذين الاتجاهين. هناك المذهب الطوسي وهناك دين العترة الطاهرة. إذا كنتم مقتنعين بمذهبكم الطوسي هنيئا لكم بمذهبكم، أما إذا عرفتم من خلال بحثكم معتمدين على هذه الحقائق التي تقدمها لكم قناة القمر، ووجدتم أن المذهب الطوسي
مذهب ضلال وكفر ولا علاقة له بدين العترة الطاهرة، يجب عليكم أن تتبرأوا من ذلك المذهب ورموزه وعقائده ومن كل تفاصيله، وأن تلتصقوا بدين العترة الطاهرة، بعقيدة هذا الدين وتفاصيل هذا الدين، بعيدا عن قذارات الطوسيين والمراجع الطوسيين. هذا أمر يحتاج إلى توفيق ويحتاج إلى جهد جهيد. تابعوا برامج قناة القمر، لا أطلب منكم أن تصدقوني ولا أطلب منكم أن تتبعوني، أنا أنقل لكم الحقائق، أنتم احترموا عقولكم، دققوا، تفحصوا، تدبروا، فكروا، ناقشوا الأمر فيما بينكم كي تعرفوا المكان الصحيح الذي تضعون فيه أقدامكم وأنتم آمنون. لازال الحديث متواصلا، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. تذكروا الواقعة التي حدثنا عنها الخطيب الإيراني محمد حسن يوسفي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.